أهلا وسهلا بكم أحبتي متابعي الخبر أونلاين في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي لسعة، وهذه الحلقة برعاية سفريات البيان. اليوم لسعتنا منوجهها إلى المجتمع، ليش أولادنا يرمون القمامة في المدرسة، في الحديقة، في الشارع أو حتى في البيت؟ هل فشلنا في تعليمهم أن النظافة من الإيمان، أو أنهم أخذوا هذا السلوك منا؟ خلونا نشوف آراء الناس ونترقب آراءكم. ذكرتني في إحدى الدول في سنة من السنوات كانت في حملة على أن اللي يرمي الأوساخ راح تكون في غرامة مالية وقدرها، فصاروا الآباء والأمهات كلهم يحاسبون إلى مسألة النظافة عقوبة، يعني كعقوبة. فالآباء والأمهات صارت عندهم معيار النظافة جدا عالي بسبب هذا المعيار، فالأجيال اللي جت بعدين هي ما تدري بالقانون اللي صار في السنوات السابقة، ولكن اعتادت. فمسألة النظافة هي مسألة مجتمعية من بيتك. أنا أقول إذا أنت في بيتك ما تقبل أن يكون بيتك وصخ، حافظ على المكان اللي تقعد فيه. شنو أبرز الأساليب العلاجية لهذا؟ إحنا كجوالة نادي الماشية طلعنا في حملات توعوية تثقيفية نوزع قصاصات إلى الناس، كما استلمت المكان فسلمه لغيرك. فأتمنى من الناس النظافة من الإيمان، وأنا إيمان، فكونوا نظيفين. لا خاطر مو زين دشي. إنزين، ليش الأطفال يرمون القمامة في المدرسة أو في المعامل أو في... يعني بعدهم صغار مو متعلمين، كذي يمشي يفلت، يعني كل ما يكبر يفهم زيادة. ليش ما من الحين يعني يحس بالمسؤولية ويهتم بالنظافة، لأن النظافة من الإيمان؟ إن شاء الله المدرسة تعلمهم، إن شاء الله توم داخل صف الأول، لا شوي شوي بيتعلموا. يعني عادي عندك إنهم يفلتون لو تنزعج؟ لا تشوف المنظر انزعجك في الفسحة، تشوف قمامة يعني وسخ مرمي في الشارع واجد. مو من واجبكم إنكم يعني تساهمون في النظافة؟ أنا مواجب أساهم، بس ويش الباقي ما يساهمون في النظافة، شو إحنا نساهم فيها؟ إنتي أصدقائك إذا قعدتم مثلاً ما تلومهم إذا يرمون الوسخ؟ لا، أقول لهم شيلوا لا ترمون، نصيحة له لازم. يعني الحين واسمه ما تعاونوا على رجم القمامة، بعدين بصير المدرسة كلها وسخ. والله أنا أشوفها إذا هذه ظاهرة طالعة، يعني إذا نقول عنها ظاهرة مثلا، وأنا ما أعتقد أنها تكون ظاهرة، يعني يمكن قلة منهم، هو من سببين، يا من البيت يا من المجتمع نفسه. فإذا البيت، إذا اللي إحنا نقول اللي يوسخ في الشارع أكيد يوسخ في البيت، فلو البيت حكموا الطفل من البداية وعلموه ربوه شلون أنه إذا يخلص أكله ويخلص شربه وأي شيء يروح دائما إلى عزك الله زيلة الأخمام يقطها في الشارع، هم ما بيرضى يشوف أحد يقط شيء في الشارع. في ظاهرة ثانية اللي هي رمي القمامة من الدريشة مالت السيارة، هذه أنا أعتبرها شغلة يعني مأساة. اللي يقط الشغلة هذه أنا أشوفهم في الكبار ما أشوفهم في الصغار. العلاج التوعية، تثقيفهم، تثقيف الناس، الإعلام، السوشيال ميديا، خلنا نقول بشكل عام الحين أنا عندي السوشيال ميديا أفضل من التلفزيون. السوشيال ميديا أن غالبية أو شريحة كبيرة من العالم يتابعون كل السوشيال ميديا. في الخمام ليش ما تفلتها في الشارع؟ ما يصير. ليش ما يصير؟ أنا بيور الشرطة. الشرطة بيورة؟ إذا من هو اللي علمك تفلتها في الدرام؟ الماما والبابا علموك؟ إيه. وش قالوا له؟ قالوا لك ما يصير. أول والأكبر له أبوه، بعدين يجي للمدرسة تربية ولده، الوالدين والأسرة يمشون على حسبك، وش تربي وش تزرع تحصد. هذا موجودة مجتمع، أكيد من المجتمع موجودة، والسبب هي التطور اللي إحنا جاي نعيشه، التلفونات وهالآيباد وهالجي يلهون الأطفال بهم وخلون التربية والتعليم. تنادي الجالسة وراح ما يسمعك يصمخ، أثر كبير. أنصحهم بعد يراجعون أنفسهم ويرجعون للسابق، وش كانوا يسوون أجدادنا. هذا حبيبي يعتمد على التربية لها دور. أنا مثل بنتي اليوم موقف صار، يا أحد أصحابي شاف فتحت العصير وراحت فلتت في الخمام، يقول ليش تعلمت على الطريقة؟ قلت تعليم من البداية ستارت، علمتها صح كل شيء صح. في الدرام أحسنت. ليش ما تفلتها في الشارع؟ ما من هو اللي علمك؟ تعال من هو اللي علمك تفلتها في الدرام؟ انت تعرف ها، ما شاء الله. الظاهر اكثر شيء تنتشر تشوفها في الشوارع، في بعض السوار تشوفهم في الشارع عنده اي شيء يعني صعب عليه يخليه في السياره، او يخلي له مثلا تشيس مال قمامه صغير في السياره على اساس يحتفظ بالقمامه لين ما يوصل الى الحاويه. احنا نامل بان يكون هناك مخالفات رادعه الى هاي الفئه اللي تقط الوسخ
في الشارع. الأطفال أنا أطلب من وزارة التربية الدخل من ضمن المناهج النظافة، النظافة تعلمهم على النظافة، شلون يحافظون على البيئة، شلون يحافظون على نظافة الطرق والبيت.